كرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بنة وفايدة، البرنامج اللي تعودوا تشوفوه طيلة شهر رمضان الكريم على قناتكم النهار تيفي. برنامجنا برنامج طبخ، وجديد فيه انه راح يكون حاضر معنا اخصائي في التغذية اللي مد لنا نصائح باش نتبعوها طيلة شهر رمضان الكريم. في فقرة الطبخ مع الشيف بشرى، كذلك فقرة واش طيبتي النهار اليوم، اللي نسقسوا فيها النساء الجزائريات على واش عم يطيبوا في شهر رمضان. اذا مشاهدينا بلا ما نطول عليكم، خلينا نروحوا نشوفوا ونعاودوا نرجعوا. عبد لكم مشاهدينا ومرحبا بكم من جديد في بنة وفايدة في فقرة الطبخ مع الشيف بشرى، اللي كل مرة تجيب لنا طبق جديد. شيف مرحبا بك. الله يسلمك. وش راكي؟ صافا راكي مليحة؟ الحمد لله. الحمد لله. وش وجدتي لنا اليوم شيف؟ اليوم عندنا طاجين تراديسيونيل وقديم كما كل مرة. فوالا المومو في حجر رمو. مومو في حجر رمو. فوالا. اي معليش، بصح انا قبل ما نبداو في الطياب لازم تفهميني علاش مومو في حجر رمو. بون هما يقولوا هو فوالا حبه البيض داكو انفلوبي دون لا فيون داشي ساجير الوغ عندنا البيض هي اللي مات والفيون داشي هي البيبي مومو في حجر رمو. فوالا كل واحد كيفاش يهضر، كل واحد كيفاش. هذا سي ان بلان الجيروا. الجيروا تراديسيونيل قديم بزاف قديم. داكو نبدا. اسمحي لي قبل ما نبدا، كاين بلا اللي فيه البيض مع لا فيون داشي ويتقلى واسمه المحوتي. وي محوت. محوت نو ماشي حاجة، ماشي بيناتهم بزاف. ما كاش بيناتهم بزاف. ما كاش بيناتهم بزاف. واش فيه المقادير هادو ما شاف؟ بون عندنا البيض مغلي. إذا المشاهدين هادو هما المقادير، البيض مغلي ستاجر على حسب أفراد العائلة. على حسب أفراد العائلة. فوالا عندنا لا فيون داشي. عندنا اللحم، البصل. قرفة، حميصة. عندنا قرفة بودخ، ملح، في الكحل، سمن، وزيت. فوالا. اذا مشاهدينا كما شفتوا كان طبق تاع اليوم مومو في حجر رمو. نعاودوا برك نذكروا المقادير. قلت لنا البصل، اللحم، لا فيون داشي، بيض مغلي، قرفه عود، حميصه، لا قرفه بودر، حميصه، قرفه عود، سمن، فلفل كحل، والملح. مشاهدينا قبل ما نبداو في الطياب نروحوا ناخذكم فاصل قصير ونعاودوا نرجعوا لكم. عودة لكم مشاهدينا من جديد في فقرة الطبخ مع شيف بشرى، اللي كان طبق اليوم مومو في حجر مو. فوالا علاش كل ما نقول مومو في حجر مو يحكمني الضحك. نبداو شيف الطياب. زوج مغارف زيت كوم توجور. خلاص انا ما نحبش لي دام، هذا تاع لي دام يعني حتى ماما تهنى دوكا ما تقول لك ما نعلمها ما والو. خلاص تعلمتي خلاص سي بون. مغرفة تاع سمن. سمن فوالا. نديرو اللحم، نخلو السمن يذوب مليح مع مع الزيت. عندنا لي مورسو دو فيوند تاعنا. شحال يقعد باش يطيب هاد البلاشيف؟ نقولو ساعة. Même pas ça. Parce que déjà le bœuf est mâlé. Mâlé. يعني هادو هما لي بلا اللي واحد يقدر يديرهم في شهر رمضان. فوالا باسكو ما ناكلوش في لي جوغ ما ناكلوش. كاينين بزاف اللي ما ياكلوش اللحم، يقول لك غير في رمضان. وي في رمضان سي تان بنا في رمضان. فوالا الناس ياكلوا ان بلا ايكيليبغي. خدام ديروا البصل شحال شات حبه بصل. حبه بصل مكرفجه. نتوقع نكونوا كرفجناها. فوالا ديرو حميصه. الحميصه شويه. ديرو العود تاع ديرو القرفه تاع العود بيان سور مشاهدينا نكونو خدناها من قبل. ونديرو قرفه بودر شويه الكحل. فلفل الكحل كيما حنا في الدار شيف، هذا ما يجيش كاع عندنا، حنا نستعملو
الحانوت. راس الحانوت. ها سي دي ريجيون. داكا وي. ايه ماما تقول لك راس الحانوت فيه كاع لي زيبيز. كاع لي زيبيز فوالا فوالا. والحم تاعنا يتقلى مليح. يتقلى. خلو يتقلى واحد 5 مينوت ولا هذا باش نكملوا المرقوم. صافا مع السيام شاف؟ والله غلا باس الحمد لله. ما بقاش. ما بقاش. ما بقاش. دايما رمضان كيكون جاي نخاف ونخاف. سي نورمال. مي من بعد خلاص ربي الحق يبدا ربي يطيح رحمته. ربي يطيح رحمته وسمعنا تجيب خوتها سمعنا تجيب. هاد السمانة إن شاء الله ندوزو الحلوة. إن شاء الله يا رب معنا. الحلوة تاع العيد معنا إن شاء الله. نخلو الحم تاعنا يطيب. حنا شاف بوشا كيما تعودتي معنا وعاودنا المشاهدين ديالنا نروحو نشوفو فقرة وصيفتي نهار اليوم ونعاودو نرجعو لكم. صحة فطورك. الله يسلمك تسادة. واش راكي؟ لاباس الحمد لله يفو. الحمد لله مرحبا بك معنا برنامج بنا وفايدة فقرة واش طيبتي لنا اليوم قولي لنا انت واش طيبتي؟ بون كاين لي سالي سكري بيان سور بون بيان سور شربة كيما كاع لي زالجيريان بوراك كوم توجور هذوك لازم 30 جور دوزيام بلا بون لي فريت و اليوم واش درتو واش درتو اليوم؟ اليوم درنا لي فريت و لي ستيك قلينا لي ستيك باسكو حنا جو ما ناكلوش بزاف عفسه خفيفة برك كوختا وشنو والديسير ديري لي غاتو؟ وي سوفون واش من لي غاتو ديري؟ بون كاين هادوك لي غاتو خفاف تاع رمضان وكاين لي غاتو سيك كيما انا في رمضان ندير هادوك الخفاف كيما ندير سورتو سورتو ان فلون بيسكوي عطيني روسيت خفيفه وي بيان سور بون فلون بيسكوي فيه كيما يقولوا ثلاثه طبقات بون كاراميل بيان سور من التحت ومن بعد عندك لو فلون فيه سكر غلاس فاني عندك الحليب و سيتو والحليب بون تخبطيهم شويه برك وعندك لو بيسكوي تاعك كيما موسكوتو مي برك يجي رقيق عندك دو زو كاس فارين كاس تاع الويل كاس سكر كريستاليزي طلعيهم بيان بيان سور السكر والبيض و لي فيغ شيميك وتحطيهم من الفوق ديريهم في الفوق 180 دوغري يعطيك الصحه الله يسلمك ميرسي صحه صحتكم مدام صحه فطورك صحه فطورك اختي مرحبا بك معنا برنامج بنا وفايده فقره واش طيبتي نهار اليوم قولي لنا واش درتي بون كوم دابيتود كيما الناس كامل نطيبوا البوراك ونطيبوا شوربه انا كوم ولادي ما يحبوا شوربه حمراء نطيب لهم شوربه بيضاء وشوربه حمراء والبوراك تو نورمال تاع ديول ونديروا الجواز توجور الجواز درت اليوم انايا دجاج محمر مع زيتون شامبينيون افيك لا سالاد توجور ولي جو قولي لي واش راكي دير لهم في السهره كاش ما كيطيبي قطايف لي سيغا سيغ سي سيغ عندي القطايف اجور قلب اللوز من برا يجيبوه ما يحبوش تاع الدار ما قريناش حافيف بصح ما يحبوش يحبو تاع برا ندير لهم لي سيغا يشرو واسمو خبزة البي توجور يجيبها لي تانت من الزنقه وشي زلابية وشوية اختها كي تعرفي صها تاع صها تاع تاع رمضان يعطيك صحة مدام ميرسي صح مشاهدينا عاود لكم من جديد من بعد ما شفتوا فقره واش طيبتي نهار اليوم نعاودوا نقولوا للشيف بشرى مع الطبق تاع اليوم اللي كان مومو في حجر مو فوالا نكملوا شيف وي فوالا حنا كنا ديجا اللحم خليناه يطيب في لاصوص شحال الوقت فوالا دوكا خلينا واحد 45 مينوت فات عليه دونك اللحم نقدروا نقولوا ما بقالوش ما بقالوش سي بون نبداو شيف وي بون نحكموا لا فيوندا شي تاعنا كونوا ديجا درنا لها الملح فلفل فلفل فوالا زيتو نحكم شويه زيت ديروا الزيت في يدك فوالا اه فوالا نحكموا لا كونتيتي تاع لا فيون كيفو فوالا فوالا حطوا حبه البيض ها هو المومو في حجر فوالا دونك في لافيون داشي شاف نحطو غير الملح وفلفل الكحل ونديرو شويه زيت في يدنا ولا لا ما يعاودش ينفتح لا لا نورمالمون ونديرو له شويه فارينا بون هكذا خير ملي يجي متوم سامبل يعني كي واحد يحب يتفنن في البلا ديالو دونك يقدر يدير يعني نقدر نقولوا لاصوص كيما لاصوص تاع متوم ما فيهاش برك الكمون ما فيهاش برك الكمون فوالا
هذه الواحد يدير حسب كل واحد يعني حتى هي شفيت من طريقه سهله خلينا واحد يقعد غير يدور يدور دونك يحكم لا لا نغلقوا كاع لحظه البيض هو عنده دو فاصون نديرو له لا فارين دركا فارينه نربدوه في الفارينه كاين اللي يحب يرميه ديريكتومون داخل لاصوص ديريكتومون يطيب انت كيفاش ديري شاف عاده وكاين اللي صاجر ديرو له لا فارين ونجوزوه في المقله داكوغ اه نجوزوه في المقله كيما انا تاع اليوم ان شاء الله بربي نجوزو ان شاء الله بربي في ديريكتومون في المقله اه فوالا إذا المشاهدين كما شفتوا كانت هذه هي طريقة تحضير طبق تاع اليوم مومو في حجر مو احنا مشاهدينا نخليو الشيف بشرى تكمل الطياب ديالنا ناخذكم الفقرة اللي تعودوا تشوفوها في كل مرة فقرة صحتنا في طبسنا ونعاودوا نرجعوا لكم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد لحقنا الفقرة صحتنا في طبسنا مع الدكتور حمزة اللي تعودوا تشوفوا دائما على قناة النهار تيفي في برنامج بنا وفايدة مرحبا بك دكتور الله يسلمك إيمان الحمد لله الحمد لله دكتور كاين بزاف ناس يعني لحقونا طلبات منهم انهم يحوسوا يعرفوا وشنو الاكل يعني اللي يقدروا اللي يقدر الناس اللي عندهم مرض سكري ولا لاطونسيون انهم ياخذوه واش تقدر تهضر لنا دكتور انا مه يعني نقدروا يعني كل مرض نخصوا له حصه ولكن يعني بما انه رانا اليوم الطلبه لحقتنا راح نتكلم بصفه عامه على لو سيندروم ميتابوليك ولو سيندروم ميتابوليك يجمع كل من داء السكري ليبرتونسيون ارتفاع في التريكليسيريد في الكوليسترول وبالبدنه ايضا يعني هذه هي امراض العصر ويجب احترام قواعد غذائيه يعني لتجنب المضاعفات تاع الامراض هذه يعني اول نصيحه نقدمها كسوسوا لمريض بالسكر ولا بلاطونسيون يعني اول نصيحه انه هي هذه الامراض كلها يعني ديجا القواعد الغذائيه ولا النصائح ولا الطبيب يعني لوبجيكتيف الهدف انه نقلل من خطر حدوث الحوادث اللي تلحق بالقلب والشرايين يعني هذا هي المضاعف الكبيره واللي راح وهي اللي عندها نسبه تاع يعني طود مورتاليتي مرتفع كاع في العالم يعني الناس تموت كثير منها الحوادث اللي تلحق بالقلب ويعني اول حاجه يعني الناس هذوما انهم يقلصوا من استهلاكهم للصوديوم لانه احنا في الاكل تاعنا يعني لو كان لا ريكومونداسيون واش تقول انه ناكل ضعفين بوتاسيوم من الصوديوم احنا كنا تكلمنا على لازم يكون فيه ميزان بين البوتاسيوم والصوديوم لازم ناكل اكثر بوتاسيوم من الصوديوم ولكن احنا في الاكل تاعنا تلقينا ناكل ثلاث اضعاف صوديوم من البوتاسيوم يعني البوتاسيوم احنا في طبيعيا نجده بوفر يعني متوفر في الفاكهه في الخضر يعني لازم الناس هادو يتوجهوا الاكل اكثر من الخضر والفواكه اللي يعني باش يرجعوا لو رابور باش كي نديروا ان رابور بين لا كونتيتي تاع الصوديوم والبوتاسيوم كي نديروا الصوديوم على البوتاسيوم يطيح لنا اقل من 0.5 يعني هذه هي اول نصيحه نصيحه ثانيه يعني هي تقليل من نسبه الاكل يعني ما ياكلوش بزاف خاصه توسكي هايبر كالوريك الحاجه اللي يعني واحد يفضل ياكل بطريقه متوازنه يعرف كيفاش يعرف اه ما كاش ينظم الوقت تاع الاكل تاعو ما ياكلش كثير يعني خاصه السكريات والدهون ويقلل من اكل الدهون يعني هذيك الدهون المشبعه والاكل هذه لي فيينوازري ولا لي باتيسري ولا كاين اللي يوصل يعني المرض وين يكون مزمن ويكون يعني الحق وين درجه وين ما يقدرش حتى يدوقها ما يقدرش كاين دكتور اللي ولكن الناس ياكلوا في كل دقيقه ياكلوا ما عندهمش وقت الناس اللي مازالها يعني في درجه اولى ولا ما اللي ماشي مرض يعني للحد من هذه الامراض هذه يعني تتجنب اكل كثير هذ لي فيينوازري يعني لي بتي بان لي كرواسون هذو لي برودوي تاع يعني تلقى فيه ياكلوا بزاف برا نعم وما حتى يعني هذو اكلات يعني
للتذوق، ماهيش اكل ناكلوه باش نشبعوه يعني، ماشي ضروري هذه هذه يقدر يستغنى عليها. ويجب ثاني نصيحه اخرى، يعني اخذ كميه كبيره من الاحماض الدهنيه الغير مشبعه اللي احنا نلقاها حنايا، يعني سورتو لو ريجيم تاعنا احنا معروفين ناكلو بزاف زيت الزيتون، زيت الزيتون مفيده جدا للجسم تاعنا، فيها احماض دهنيه وحديد التشبع مونو ساتوري، هذه يعني وثاني غنيه بمضادات الاكسده، يعني نقدروا ناخذوها كزيت ولا ناخذوا الزيتون ديريكتومون. وثاني احماض دهنيه الغير مشبعه نجدها في الاسماك، هذه ثاني كنا سبقنا وحكينا عليها، يعني مفيده للجسم تاعنا، يعني تنقص من لاغريغاسيون بلاكيتير، معناتها ما تخليش الاوعيه تاعنا تنغلق، تنقص من الاوكسيداسيون تاع الكوليسترول في الاوعيه، يعني وثاني عندها ان اف مليح على الناس اللي عندهم يوناريتمي كاردياك، يعني دي فوا تكون عندهم يوناريتمي، اخذ لي زوميغا 3 هذه راح تعدل هاد الاريتمي. هذا ثاني نصيحه. نصيحه اخرى، حنايا في المجتمع تاعنا نسبه كبيره منا ما يديروش سبور، وي ولا ما نتكلمش على السبور، يعني حتى يعني نسيبهم يديروا فتره معينه بعد، ولكن ما نتكلمش على الرياضه، ما نتكلمش على الرياضه، ما نلحقش حتى الرياضي، يعني باش يمشي ما يمشيش في الطريق، ما يمشيش يروح تلقاه منا يروح يشري الخبز يروح بالطوموبيل، يعني يقول لك انا نمشيش عارف ما تلقاه، يعني الحقنا لواحد الدرجه حاجه صغيره، يعني تاع المشي اللي واحد يقدر تقدر تكون رياضه يوميه وسهله واحد بيدها. وكاين تاع الناس وتلقاي انسان في عمره 20 سنه يعني مازال انجون عمره لا دار سبور في حياته 20 سنه، يعني هذا الخطا يعني يرجع على الوالدين الاولياء. نعم. الاولياء يعني كاين اضعف الايمان نخرج ندير فوتينغ نجري في الغابه ولا واحد كبير المشي ولا، يعني هادو اشياء راح تساعد على تعديل يعني كل الميتابوليزم تاعنا كلش، ما فيه غير الفوائد اللي حنجيبوها للجسم تاعنا. كاين الحاجه المعروفه سان فاكتور دو ريسك لي يبروفوكي كاع لي مرضي هادو، سواء لو ديابيت ولا ليبرتونسيون ولا الامراض اللي تلحق بالقلب والشرايين امراض الرئه، هو التدخين. يعني ننصح احنا دركا ولا في المجتمع تاعنا التدخين منتشر بكثره، ولينا نشوفوا يعني ناس صغار ولا صغار يعني يبداوا في سن صغيره، ويعني هذا الشيء يجيب غير الضرر وماش حيجيب حاجه مليحه. هادو وثاني كاين ممكن نقولوا للناس ثاني كثروا مضادات الاكسده، يعني هذه مضادات الاكسده تلعب دور، احنا ما عندناش الثقافه، يعني تلعب دور كبير في الحمايه من هذه الامراض العصر هذه. نروحوا من لوسنت كانت، بما انه نتكلموا على السيندروم ميتابوليك، شو اللي مريض شو اللي ماشي مريض، يعني اللي مريض راح ما تخليش المضاعفات يضاعف المرض تاعو، واللي ماشي مريض يعني يتجنب هذه الامراض. ومضادات الاكسده هذه راح نلقاها في الفواكه وفي الخضر، وهي متركزه اكثر يعني في الفواكه تلقاها وين في القشره، يعني دي فوا تلقاها هي اللي تمد اللون تاع الفاكهه هذيك. يعني ننصح الناس انه ياكلها كثير، اخذ كميات معتبره من الالياف، احنا في كل مره في كل وفي كل مره يعني نتكلموا على الالياف ودورهم في يعني حقيقه الالياف جبناها في شحال من موضوع كنا نجيبوا. انا عمي كل ما نتكلم على خضرة ولا فاكهه نجبد الالياف والدور تاعهم المهم في الحفاظ على الصحه تاعنا. يعني كل هذه الامور هي يعني هذه مش خاصه يعني بالمريض فقط، يعني بالمريض ولكن والصحيح. بالمريض والصحيح هي هذا النصائح، يعني هذه ستونيجيان دو في ابروندر، يعني ناخذوها ونمشيو بها، ماهوش ريجيم يعني سريك اللي نتبعوه ولا قال ولكن نتعلموا ناكلوا، هذه هي التربيه الغذائيه تاعنا ان شاء الله. دكتور يعطيك الصحه. العفو. صحه فطورك. الله يسلمك. صحه فطورك وصحه فطور كل المشاهدين تاعنا. الله يسلمك دكتور، ميرسي. مشاهدينا اذا كما شفتوا كانت هذه فقرة صحتنا في طب صناعة، احنا نروح نشوف وشاف وش دار ونعاودو نرجعو لكم. مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا نهار اليوم، إن شاء الله تكون قدرتوا ترفدوا لا غوسيت تاع البلاي ديالتنا الشيف بوشال اللي هو مومو في احترامو. يعطيك الصحة شيف، ميرسي بوكو البلا راهو يبان بزاف منين. دونك قولي لي شيف كي كملنا حطينا قطعتي ال اون دو، قطعيها اون دو وبريزونتيها هكذا، تحبي اون دو ولا اون لون ولا اون لارج.
داكو يعطيك الصحه شاف. الله يسلمك. انا نقول لك صحه فطورك. الله يسلمك صحه فطوركم. الله يسلمك ميرسي. في الاخير مشاهدينا نحب نشكر فندق الجزائر الاستضافه ديالو، ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه وصحه فطوركم.